يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة السابعة والأربعون بعد المئتين يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة, وغربة الأيام. الأيام هم تضحك أيامي أيام وأشوفنك هم تضحك أيامي أيام وأشوفنك لو, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق الدرب موحش يا إمام موحش موحش يا إمام الدرب موحش يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى سأ... أودع المغادرين المغادري. وأستقبل, وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأى نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأن عزيز علي ان ابكيك ويخذلك ورايا عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فاطيل معه العويلات هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الخامس من الحديث الذي بداته في الحلقات المتقدمه بخصوص المرجع الديني الشيعي المعاصر اسحاق الفياض قبل ان اكمل حديثي الذي ما استطعت ان اتمه في الحلقه الماضيه هناك سؤال وردني من النجف قبل البرنامج بوقت قصير قبل ان ادخل الى الاستوديو ربما بساعتين في الحلقه الماضيه تحدثت بعض الشيء بنحو الاشاره العابره وذكرت شيئا من ظلامه الصديقه الكبرى السائل يقول هناك من اصحاب العمائم في النجف يقولون من انه لم تكن هناك ابواب في زمن الصديقه الكبرى حينما كانت في المدينه فلم يكن لبيتها من باب حتى يحرق ويقولون كذلك من انه لا وجود للمسامير فليس هناك من مسامير فكيف نبت المسمار في صدرها هذا الكلام سمعته وسمعته وسمعته وقراته ايضا كلام سخيف في الحقيقه لا يحتاج الى اجابه ولا يحتاج الى ان يقف عنده الواقف باهتمام لكن نزولا عند رغبه السائل سأجيب على هذا الهراء هؤلاء جهال بالمطلق بالمطلق اي كلام من هذا من انه لا توجد ابواب لا توجد مسامير لو انهم قالوا من ان هذه الروايات ضعيفه مثل ما يقول اكثر مراجع حوزه الطوسي لكان خيرا لهم من مثل هذا الكلام وان كان كلام هؤلاء المراجع لا قيمه له في عالم الحقيقه لكن هذا الهراء وهذا السخف من انه لا توجد ابواب لا توجد مسامير هؤلاء في اي عالم يعيشون الحضارات القديمه لو انهم اطلعوا على تاريخها وتفاصيلها ولو انهم زاروا المتاحف العالميه لوجدوا الحقائق الواضحه من ان حضاره المايا مثلا في الجهه الثانيه من الارض الحضارة الهندية القديمة، الحضارة الصينية القديمة، الحضارة الفارسية القديمة، الحضارة العراقية القديمة وهي الأقدم من بين الحضارات السومريون الأكديون البابليون الاشوريون الى غير ذلك من العناوين الحضاره القديمه في بلاد تركيا الحضاره الاغريقيه اليونانيه الحضاره الرومانيه الحضاره الفرعونيه المصريه ولا زالت اثارها شاخصه الى اليوم وهي من اعظم حضارات العالم الحضاره الفينيقيه التي كانت طورا في لبنان وكانت طورا في شمال افريقيا كل هذه الحضارات كانت الابواب موجوده فيها وكانت المسامير موجوده فاي هراء هذا لو انهم قراوا التاريخ اطلعوا على خزائن الاثار في العالم زاروا المتاحف لعلموا ان كلامهم هراء في هراء في هراء. أنا أسألهم سفينة نوح حينما أنشأها نوح كيف أنشأها؟ سفينة نوح شنو هي؟ بلاستيك، خشب، ورق، منين صنعها؟ ألم يصنعها من الخشب كيف ألصق الخشب بالخشب ما تقولون لي شلون جاب سيكوتين لو جاب غرة ولزق الخشب بأي طريقة كانت السفن قديما تستعمل المسامير في صناعتها وتستعمل كذلك حبال الليف في شد بعض اجزائها فبعض الاجزاء لا يناسبها ان تدق بالمسامير ف تشد بحبال الليف هكذا كانت تصنع السفن اقرأوا تأريخ صناعة السفن يا أيها النوابخ يا أيها الأذكياء نوح كيف صنع سفينته سأعود بكم إلى القرآن نذهب الى سوره يوسف في الايه الثالثه والعشرين بعد البسمله من سوره يوسف وراودته التي هو في بيتها زليخه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب ابواب غلقتها وغلقت الابواب وقالت هيت لك وغلقت الابواب فهناك ابواب تفتح وتغلق وهذا التعبير وغلقت هذا التعبير بتشديد اللام يعني ان الابواب محكمه جدا وطريقه اغلاقها في غايه الاحكام بحسب الاحاديث التفسيريه عندنا فان عدد الابواب هذه الروايات اخبرتنا من انها سبعه ابواب إذا حملنا الأبواب على المذكر وإذا حملناها على المؤنث سبع أبواب سبعة أبواب الغرفة الخاصة بزليخة كانت في أعماق القصر وفيما بينها وبين باحة القصر سبعه ابواب وكانت ابوابا محكمه وكان اغلاقها محكما ولذا جاء التعبير غلقت غلقت جاء بتشديد اللام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك هذا في زمان يوسف فاين زمان يوسف من زمان الصديقه الكبرى ابواب محكمه وتغلق بطريقه محكمه ولذا فان يوسف ماذا صنع فر منها فكانت الابواب تفتح بين يديه بطريقه الاعجاز ولذا كانت زليخه في حاله ذهول لان الابواب كانت محكمه جدا والاغلاق كان محكما فلما تحرك يوسف فارا من زليخه بدات الابواب تفتح بطريقه اعجازيه الى ان وصل الى الباب السابع وكان مغلقا وكان عزيز مصر واقفا خلف الباب ما كان يستطيع الدخول في الايه الخامسه والعشرين بعد البسمله من سوره يوسف واستبق الباب الى الباب الاخير راح يركض وهي تركض خلفه وقدت قميصه من دبر فركض من حجرتها باتجاه الباب الاول فتح الباب الاول والى الباب الثاني والثالث الى الباب الاخير فلما وصل الى الباب الاخير وهي تركض خلفه اقتربت منه فامسكت بقميصه من ظهره ومزقته واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفي سيدها لدى الباب، كان واقفا خلف الباب وهو سيد القصر لكنه ما كان قادرا على الدخول لان الابواب مغلقه والاغلاق كان محكما هذا في زمان يوسف النبي هذا قران ابواب محكمه واغلاق محكم باب خيبر تنكرون باب خيبر باب خيبر كان بابا عظيما مهولا ثقيلا كبيرا كان بابا لحصن خيبر الذين يصنعون بابا بهذه الضخامه ألا يصنعون ابوابا لبيوتهم الكعبه كان لها باب وكان يفتح ويغلق حينما جاءت ام امير المؤمنين الى الكعبه بعد ان احست بانها تكاد ان تلد جاءها المخاط كانت قريبه من الكعبه وبعيده عن بيتها فارادت ان تلج الى داخل الكعبه فوجدت باب الكعبه مقفلا ولذا فتح لها الجدار من أين يدخلون إلى الكعبة؟ من بابها كان الباب مقفلا وكانت المفاتيح عند السادن عند سادن الكعبة من بني شيبة فأرادت الدخول فاطمة بنت أسد فلم تجد الباب مفتوحا ولذا فتح لها جدار الكعبة ودخلت الى داخل الكعبه التاريخ مشحون بالحوادث وهذا القران صريح وواضح زليخه الفاجرة كانت فاجرة في وقتها في وقت الحادثة وبعد ذلك تابت وصلحت زليخة لها كل هذه الابواب وكل هذه المغالق وكل هذه الاقفال وفاطمة ليس لبيتها من باب اي أيوة منطق هذا يعني ان كل بيوت المدينه كانت من دون ابواب اي هراء هذا الابواب كانت موجوده والى الايه التاسعه بعد البسمله وما بعدها في قصه نوح النبي وسفينته كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر الالواح هي الالواح الخشبيه واما الدسر فهي المسامير دسر مسامير والمفرد دسار دسار يعني مسمار الدسار هو المسمار ودسر الدسار يعني طرق المسمار فادخله في المكان الذي يريد ان يدخله فيه وحملناه على ذات الواح ودسر دسر مسامير روايه المسامير الخمسه اتعلمون عندنا روايه وهذه الروايه وردت اساسا من طرق المخالفين لكنها تاتي منسجمه مع مضمون القران هذه الروايه وردت عن انس بن مالك الذي كان خادما للنبي صلى الله عليه واله لكنه من جمله الذين غدروا بامير المؤمنين صلوات الله عليه بعد ان قتل رسول الله صلى الله عليه واله مسموما الروايه عن نبينا الاعظم صلى الله عليه واله من ان عدد المسامير التي استعملها نوح النبي في سفينته 129 ألف مسمار 129 ألف مسمار وهذه المسامير جاء بها جبرائيل إلى نوح النبي ماذا نقرأ في سورة هود؟ في سوره هود في الايه الثانيه والاربعين بعد البسمله تتحدث عن سفينه نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال سفينه عظيمه أركب فيها نوح كل الحيوانات من كل زوجين اثنين أصعد فيها كل الحيوانات وصعد هو وانصاره ومن آمنوا به وسارت بهم في موج كالجبال ولذا فان عدد المسامير التي نزل بها جبرائيل الى نوح 129 الف مسمار فيها خمسة مسامير كانت مميزة جدا جدا اقرأ الرواية عليكم رواية جميلة عن نبينا الاعظم صلى الله عليه واله لما اراد الله ان يهلك قوم نوح انا اقرأ عليكم من الجزء الحادي عشر من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 328 إنه الحديث التاسع والأربعون عن نبينا صلى الله عليه وآله لما أراد الله أن يهلك قوم نوح اوحى اليه اوحى الى نوح ان شق الواح الساج انه خشب الساج وخشب الساج يؤتى به من شجر الساج وهو خشب متين في اللهجه الشعبيه العراقيه يقال له الصاج هو خشب الساج لما اراد الله ان يهلك قوم نوح اوحى اليه ان شق الواح الساج فلما شقها هيئها لم يدري ما يصنع بها فهبط جبرائيل فاراه هيئه السفينه جاءه بانموذج جاءه بمشروع السفينه في شكل مجسم فهبط جبرائيل فاراه هيئه السفينه ومعه تابوت تابوت يعني صندوق تابوت صندوق في لغه العرب وليس خاصا بالاموات مثلما يستعمل في ايامنا هذه التابوت هو الصندوق وعاده ما يكون مغلقا التابوت هو الصندوق المغلق فهبط جبرائيل فاراه هيئه السفينه ومعه تابوت بها مائه الف مسمار وتسعة وعشرون ألف مسمار مية وتسعة وعشرين ألف مسمار فسمر بالمسامير كلها السفينة ماذا قالت الرواية أوحى إليه أوحى الله إلى نوح أن شق ألواح الساج وماذا حمل جبرائيل اليه المسامير 129 الف مسمار هو هذا الذي تتحدث عنه سوره القمر وحملناه على ذات الواح ودسر الالواح الواح خشب الساج والدسر مسامير جبرائيل نكمل الروايه فسمر بالمسامير كلها السفينه الى ان بقيت خمسه مسامير، هذه المسامير ذات الشأن العظيم كانت موضوعة ومميزة في انموذج السفينه لها صوره وفي ذلك التابوت في تابوت المسامير في صندوق المسامير الى ان بقيت خمسه مسامير فضرب بيده الى مسمار ضرب بيده الى مسمار اخذه اخرجه من مكانه من الصندوق فأشرق بيده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء فتحير نوح فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق فقال أنا على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فهبط جبرائيل فقال له يا جبرائيل ما هذا المسمار الذي ما رايت مثله فقال هذا باسم سيد الانبياء محمد بن عبد الله اسمره على اولها على جانب السفينه الايمن هذه المسامير التي حفظت سفينه نوح فقال يا جبرائيل ما هذا المسمار الذي ما رايت مثله قال هذا باسم سيد الانبياء محمد بن عبد الله اسمره على اولها في بدايتها على جانب السفينه الايمن ثم ضرب بيده نوح ضرب بيده اي حركها ثم ضرب بيده الى مسمار ثان فأشرق وأنار فقال نوح وما هذا المسمار؟ يتحدث مع جبرائيل فقال هذا مسمار اخيه وابن عمه سيد الاوصياء علي بن ابي طالب فاسمره على جانب السفينه الايسر في اولها ثم ضرب بيده نوح إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرائيل هذا مسمار فاطمة فأسمره إلى جانب مسمار أبيها ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار فقال جبرائيل هذا مسمار الحسن فاسمره الى جانب مسمار ابيه ثم ضرب بيده الى مسمار خامس فزهر وانار واظهر النداوه اظهر النداوه خرج منه سائل كالدم يا حسين ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة فقال جبرائيل هذا مسمار الحسين فاسمر إلى جانب مسمار أبيه فقال نوح يا جبرائيل ما هذه النداوة؟ ما هذا السائل؟ هذه الرطوبة ما هذا السائل؟ هذا سائل أحمر ماذا السائل؟ فقال هذا الدم أي دم؟ ذلك الدم الذي سكن في الخلد واقشعرت له اظلت العرش مع اظله الخلائق فقال هذا الدم فذكر قصه الحسين هنا جبرائيل يعقد مجلسا حسينيا مع نوح النبي متى بعد اتمام السفينه وهذا هو المسمار الخامس سيطرق في السفينه مثل اهل بيتي انما في الحقيقه مثل سفينه نوح مثل سفينه النجاه الحسينيه الاصل هنا فقال جبرائيل هذا الدم فذكر قصة الحسين وما تعمل الأمة به لعنة على هذه الأمة أية أمة فذكر قصة الحسين وما تعمل الأمة به فلعن الله قاتله وظالمه وخاذله وحملناه على ذات الواح ودسر لا اريد ان اطيل في التفاصيل فالتفاصيل كثيره ان كان من حسنه لهذا السؤال وهذا الاشكال ان طيبت مسامعكم بآيات من الذكر الحكيم وبحديث رسول الله بحديث المسامير الخمسه نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق عن ابيه الباقر صلوات الله عليهم عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله كيف بكم اذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا نعود الى اسحاق الفياض لم استطع ان اكمل مجموعه الاسئله مع اجوبتها في الحلقه الماضيه ويبدو انني لن استطيع ان اكمل ما اخترته من اسئله اجاب عليها اسحاق الفياض من موقعه الالكتروني الرسمي ساذهب الى هذا السؤال هل الامامه اصل من اصول الدين ام هي اصل من اصول المذهب رجاء اعرضوا لنا صورة هذا السؤال عبر الموقع الالكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. السؤال موجود بين أيديكم على الشاشة ومن صفحة معنونة بعنوان العقائد والشعائر الحسينيه هما سؤالان السؤال الاول عن تحريف القران لا اريد ان اقف عنده في هذه اللحظه اذا وجدت مجالا ساعود اليه لكنني سأقرأ عليكم السؤال الثاني الذي بجانب السؤال الاول هل الامامه اصل من اصول الدين ام هي اصل من اصول المذهب؟ الجواب الامامه اصل من اصول المذهب الحق ولكن لا يترتب على انكارها او الجهل بها الكفر بالمعنى المقابل للاسلام. نعم هو خارج عن الايمان الخاص اي غباء هذا؟ اي غباء هذا؟ مر الكلام علينا في الحلقه الماضيه ما يرتبط بتعريف المرتد كنت اريد ان اواصل الحديث بتفصيل اكثر عن المرتد في الحلقه الماضيه لكن ضيق الوقت هو الذي الجاني الى الايجاز والاختصار فما مر من كلام هناك يصح ان يكون جوابا هنا لكنني لابد ان اشير الى ان السائله جاء بسؤال ليس صحيحا اساسا لكن الذي يعرفه هو هذا هل الامامه اصل من اصول الدين ام هي اصل من اصول المذهب؟ الجواب الحقيقي الامامه لا هي من اصول الدين ولا هي من اصول المذهب هي الاصل الوحيد للدين الامام في الحقيقه هو الاصل الوحيد للدين والامامه شان من شؤونه هي الجهه التي نتواصل من خلالها معه صلوات الله عليه فيمكننا ان نعبر من ان الامامه هي اصل الدين لكننا اذا اردنا ان نعبر تعبيرا دقيقا وحقيقا فلا بد ان نقول من ان الإمامة المعصومة من ان امام زماننا هو اصل الدين والدين له اصل واحد مثل ما قال محمد المصطفى لعلي المرتضى صلى الله عليهما والهما يا علي يا علي يا علي انت اصل الدين ثم قال له بعد ذلك واني اشهد لك بذلك رسول الله قال له الروايه بكل تفصيلها موجوده في بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه من اصحاب امامنا الحسن العسكري يا علي يا علي ما احلى هذا الاسم يا علي يا علي انت اصل الدين ثم قال له بعد ذلك واني اشهد لك بذلك هذا هو اصل الدين وانتهينا لا يوجد شيء في المنظومه العقائديه عند العتره الطاهره يسمى باصول الدين ان كان هناك من شيء يسمى بهذا انها اصول متفرعه عن الاصل الاكبر عن اصل الاصول عن الاصل الاعظم انه الامام المعصوم في زماننا اصل ديننا الحجه ابن الحسن هو هذا الاصل هو هذا اصل الاصول وهذا الكلام كله هراء هذا هراء الاشاعره والمعتزله ماذا نصنع لمنظومه دينيه ضاله من اولها الى اخرها القران صريح وان لم تفعل فما بلغت رسالته الرساله تشتمل على التوحيد وتشتمل على النبوه والقران جزء منها والمعاد جزء من القران المعاد عقيده قرانيه والقران جزء من النبوه فالمعاد ما هو باصل الاشاعره عنادا لعلي وال علي جعلوا المعاد اصلا المعاد فرع من القران والقران فرع من الوحي والوحي فرع من النبوه والامامه منزله اعلى من النبوه امامه محمد اعلى من نبوته الامامه اعلى من النبوه هذا لا يعني ان عليا اعلى من محمد علي ماموم لمحمد امام الوجود محمد امام الائمه جميعا محمد محمد امام الائمه من علي وبعد علي فاطمه الى القائم صلوات الله عليهم محمد امام الائمه جميعا امام علي وامام فاطمه وامام الائمه من بعد فاطمه الى القائم صلوات الله عليه وعلي امام الائمه امام فاطمه وامام الائمه من بعدها وفاطمه امام الائمه من بنيها من ولدها من المجتبى الى القائم فائمه الائمه ثلاثه محمد الاول الاعلى وبعده علي العالي وبعده فاطمه الزاهره وبعد فاطمه التي هي حجه على اولادها الذين هم حجج على الخلائق مثل ما يقول والد امام زماننا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نحن حجج الله على الخلق وفاطمه امنا حجه علينا فالدين له اصل واحد هو الامام والامامه من شانه وهي الجهه التي نرتبط من خلالها به صلوات الله عليه فيمكننا ان نقول من ان الامامه هي الاصل الوحيد للدين بلحاظ انها شان من شؤون الامام الاصل الذي هو اصل الاصول وهي تشير اليه ولانها جهه ارتباطنا به من هذه الجهة كما تقول الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم كيف نبدأ بهم من جهة ارتباطنا بإمامتهم نحن لا نرتبط بذواتهم أنا لنا أن يكون ذلك لا نستطيع أن نتواصل مع ذواتهم نحن نتواصل مع شؤونهم مع امامتهم فما يظهر منهم لنا شؤون امامتهم اما باطن ذواتهم نحن نؤمن به من دون علم بتفاصيله انني مؤمن بظاهركم وباطنكم لكنني لا اعرف اسرار باطنكم اما تجليات ظاهركم فهي شؤون امامتكم التي ادين بها وهي اصل ديني وديني له اصل واحد هو انتم ماذا نقرا في زياره ال ياسين هكذا نقرا في زياره ال ياسين هذه الزياره التي بعث بها الينا امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه واشهد انك يا امام زماني يا بقيه الله واشهد انك حجه الله وماذا بعد انتم الاول والاخر العبارة واضحة: أنتم الأول والآخر. إنني مؤمن بظاهركم. أنتم الأول والآخر هذا ظاهركم بالنسبة لي أما باطنكم فإنني موقن به لكنني لا أعرف شيئا عنه. فاطمة قيل لها فاطمة لماذا؟ لأن العقول فطمت عن معرفتها فطمت قطعت قطعت الفطام القطع حينما تقطع الام رضيعها عن الحليب فانها تكون قد فطمته قطعته عن لبنها قطعته عن صدرها قطعته عن ثديها قولوا ما شئتم من هذه التعابير فهي صحيحه كلها ففاطمة قيل لها فاطمة لأن العقول فطمت قطعت عن معرفتها عقول الخلائق طرا بما فيهم الأنبياء والأوصياء عقول الخلائق طرا فاطمة هي الحقيقة الالهيه الربانيه التي هي مجمع الاسماء الحسنى انها الحقيقه الزاهره بكل اسرارها التي فطمت العقول عن معرفتها انتم الاول والاخر هذا هو دين محمد واهل محمد، اما هذا الهراء ان كان من السائل لا الوم السائل فان سائل ثقفه هؤلاء الاغبياء الذين يلقبون بايات الله العظمى ما هذا الضلال؟ ما هذا الهراء؟ الامامه اصل من اصول المذهب الحق اي مذهب هذا؟ المذهب في اللغه الاتجاه والطريق واهل البيت لهم مذهبهم بحسب اللغه اما المذهب بحسب الاصطلاح وهو ان الدين واحد وتحت يافطه الدين هناك مذاهب اهل البيت لهم مذهب والباقون لهم مذاهب والرؤوس على حد سواء هذا مذهب وهذا مذهب الذي يعتقد بهذا مثل ما تعتقد الشيعه من الثقافه التي اخذوها من مرجئه مراجع حوزه الطوسي فهؤلاء ناقضون لبيعه الغدير الذي يعتقد ان محمدا وال محمد عندهم مذهب وعند الباقين مذاهب والجميع تحت يافطه الاسلام هذا خارج من الاسلام خارج من اسلام محمد وال محمد هؤلاء مرجئه انهم مرجئه الشيعه. هؤلاء مرجئه حوزه الطوسي، هكذا يعتقدون. محمد وال محمد لهم دين وليس لهم مذهب بالمعنى الاصطلاحي، لهم مذهب بالمعنى اللغوي، دينهم مذهبهم بالمعنى اللغوي ولكن الشيعه لا تستعمل المعنى اللغوي. تستعمل المعنى الإصطلاحي نسبة المعنى الإصطلاحي للمذهب لمحمد وآل محمد نقض لبيعة الغدير ونقض لحديث الثقلين ورفض لإمامة الحجة ابن الحسن وخروج من دين محمد وآل محمد حينما ننسب المذهب الى محمد وال محمد بالمعنى الاصطلاحي ليس لمحمد وال محمد من مذهب اصطلاحي المذهب اللغوي وهو الطريق والاتجاه وهو الصراط المستقيم الذي تتحدث عنه سوره الفاتحه هذا صحيح لكن مراجع حوزه الطوسي لا يستعملون في كلامهم المذهب بالمعنى اللغوي الخطباء الفضائيات المكتبه الشيعيه المراجع المرجئه البتريه حينما يستعمل عند هؤلاء جميعا المذهب يقصدون به المذهب الاصطلاحي فالصادق جعفر له مذهب وابو حنيفه له مذهب ومالك بن انس له مذهب وهكذا هذا المنطق ضلال ونقد لبيعه الغدير ورفض لحديث الثقلين واغضاب لفاطمه واعتراف باعدائها الذين قتلوها الذين يجب علينا وجوبا عقائديا وليس شرعيا وليس وجوبا تاريخيا يجب علينا وجوبا عقائديا ان نوالي من والاها وان نعادي من عاداها صلوات الله وسلامه عليها لانها ميزان البراءة والولايه لانها ميزان الحق والباطل لانها ميزان الهدايه والضلاله، لانها ميزان التوحيد والشرك، لانها ميزان الايمان والكفر، لانها ميزان الاسلام وكل هذه المعاني تدخل تحت عنوان الاسلام، ميزان الاسلام ولا اسلام، انها فاطمه صلوات الله وسلامه عليها. هذا المنطق القذر هذا منطق المرجئه حتى السائل مرجئي هل الامامه اصل من اصول الدين الامامه ما هي باصل من اصول الدين الامامه هي اصل الدين ليس هناك من اصل مواز لها حتى يقال من ان الامامه من اصول الدين هناك اصول توازيها لا يوجد اصل يوازي الامامه صريح القران هذا ما انا الذي اقول الايه السابعه والستون من سوره المائده صريحه في هذا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الناس الذين يكفرون ببيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو أصل الدين هناك أصل واحد وفي ظل هذا الأصل يتفرع التوحيد وتتفرع النبوة وتتفرع سائر العقائد فاذا اردنا ان نطلق على التوحيد من انه اصل مع ان الاحاديث قالت عنه من انه فرع قالوا من فروعنا في رواياتهم واحاديثهم قالوا ان التوحيد من فروعنا هم الذين قالوا الصادق هو الذي قال امامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال من ان التوحيد من فروعنا الاصل هو الامام المعصوم اما هذا الهراء من ان اصول الدين يقولون لكم خمسه كذابون وحق الحسين هم السيستاني نفسه في موقعه وهذا اسحاق الفياض ها هو يصرح بهذا وسأعرض لكم أحاديث إسحاق الفياض في دروسه في حوزة النجاة التي يصرح فيها من أن الإمامة من فروع الدين السيستاني سعيد الحكيم بشير النجفي إسحاق الفياض الخوئي الذين قبلهم الذين بعدهم صدقوني اصول الدين عندهم ثلاثه هي نفسها اصول الدين عند الاشاعره الذين هم من اشد النواصب اصول الدين عند الاشاعره التوحيد النبوه المعاد وهذه هي اصول الدين عند السيستاني وعند اسحاق الفيض عند الجميع عندهم جميعا اما العدل والامامه فهما من اصول المذهب يعني من الفروع يضحكون عليكم يقولون لكم من ان العدل والامامه من اصول الدين هم لا يعتقدون بذلك وهذا كلامه واضح ماذا يقول؟ الامامه اصل من اصول المذهب الحق ولكن لا يترتب على انكارها او الجهل بها الكفر بالمعنى المقابل للاسلام. التوحيد ماذا؟ لو انكره المنكر ماذا سيكون؟ لن يكون مسلما، لماذا؟ لان التوحيد من اصول الدين. اما الامامه فهي من فروع الدين من اصول المذهب مثل ما قلت لكم معنى المذهب اصطلاحا يعني ان الدين يافطه وتحت هذه اليافطه تاتي المذاهب ولكل مذهب اصوله واصول المذهب اذا ما انتقضت فان الذي ينقض ولا يعتقد باصول المذهب فلا يخرج من الاسلام لا يخرج من الدين لماذا لان اصول المذهب ما هي باصول الدين صدقوني هذه هي الحقيقه الموجوده في حوزه النجاه وفي حوزه كربلاء وفي حوزه قم يضحكون عليكم يقولون لكم من ان اصول الدين خمسه اصول الدين عندهم ثلاثه التوحيد النبوه المعاد عند السيستاني ادخلوا على موقعه الالكتروني الرسمي وابحثوا في العقائد ستجدون هذا الكلام صريحا انا ما اردت ان افصل الكلام وقد عرضته سابقا في برامجي ودخلنا الى الموقع الالكتروني الرسمي للسيستاني وهناك الاجوبه موجوده من ان اصول الدين ثلاثه التوحيد النبوه المعاد اما العدل والامامه فهما من اصول المذهب هذه عقيده مراجعكم ولكنهم يعلمونكم هكذا من ان اصول الدين خمسه بما فيها العدل والامامه هم لا يعتقدون ان الامامه من اصول الدين انها من اصول المذهب هذا الجواب الذي يجيب به اسحاق الفياض ليس جوابا خاصا به هذا جواب السيستاني وجواب سائر المراجع من الذين ماتوا من الاحياء ومن الذين سياتون هذا ما هو بدين محمد وال محمد هذا دين المرجئه هل الامامه اصل من اصول الدين ام هي اصل من اصول المذهب؟ اساسا هذا التقسيم الى دين ومذهب ما هو من تقسيم اهل البيت لا علاقة لأهل البيت به سلوم فليثبت ذلك لنا هذا تقسيم النواصب هذا تقسيم علماء الكلام عند النواصب أخذوا الدين وجعلوا له أصولا الأشاعرة التوحيد النبوة المعاد ثم قالوا هناك مذاهب وجعلوا لكل مذهب أصوله الخاصة به إذا ما انتقضت فلا يعني ذلك الخروج من الدين وإنما هو انتقاض لأصول المذهب التي هي من فروع الدين مضحوك عليكم أنتم مضحوك عليكم عقيدتكم التي تتمسكون بها عقيده اشعريه وانتم تقلدون السيستاني او تقلدون غيره تقلدون مراجع عقائدهم اشعريه العقائد الاشعريه هي العقائد الناصبيه بامتياز عقيده ائمتكم ان تعتقدوا ان الدين له اصل واحد وهذا الاصل هو الامام وليس الامامه وانما الامامه شان من شؤون الامام هي جهه ارتباطنا به يمكننا ان نقول من ان الامامه هي اصل الدين بهذا اللحاظ لانها تشير اليه لان الاصل الحقيقي للدين هو الامام المعصوم ومعرفه الله هي معرفه الامام المعصوم، هذا منهج العتره الطاهره. لقد اثبتت هذا بالادله والبراهين والحجج بحسب ثقافه الكتاب والعتره في برامجي المختلفه. يمكنكم ان تعودوا الى مجموعه حلقات اعرف امامك كي تعرفوا عقيدتكم بحسب منهج العتره الطاهره، لا بحسب منهج الطوسي. لا بحسب منهج العلامه الحلي، لا بحسب منهج مرتضى الانصاري، لا بحسب منهج الخوئي، لا بحسب منهج السيستاني وسائر المراجع الاخرين. وهذا اسحاق الفياض مثال من الامثله، هذا الضلال الذي يجيب به على اسئله هي الاخرى اسئله ضاله. هذا السؤال سؤال ضال يصدر عن ثقافه ضاله هذا اعتراف بالمذاهب واعتراف بان الدين له اصول وان المذاهب لها اصول وهذا كله نقض لبيعه الغدير علي اولى منا بانفسنا وانتهينا هذا هو الاصل هذا هو الاصل في البعد التكويني لحياتنا وفي البعد التشريعي لحياتنا علي اولى منكم بانفسكم من كنت مولاه محمد اولى منا بانفسنا بصريح القران فهذا علي مولاه وانتهينا خذوا القران من علي فقط وخذوا الفهم من علي فقط هذا هو مضمون بيعه الغدير هذا المضمون ينتقل الى امام زماننا لنبايع بيعه الغدير الثانيه بيعه الغديرين هي هذه غدير علوي وغدير مهدوي واصل الدين واحد هو الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بصريح القران وان لم تفعل فما بلغت رسالته الايه واضحه والرساله فيها كل التفاصيل لا قيمه لها من دون اصل الاصول والحديث عن بيعه الغدير وبيعه الغدير شان من شؤون امامه علي والامامه التي اتحدث عنها هي امامه المسلمين هي امامه المؤمنين هي امره المؤمنين وهذه الامامه ما هي بالامامه الكليه لعلي هذه الامامه شان من امامته الكليه للوجود وإمامته الكلية للوجود هي شأن من شؤون ذاته صلوات الله وسلامه عليه هذا هو علي هذا هو أصل الدين هذا الهراء لا علاقة له بدين محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال ان الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول وهو تسجيل صوتي في الحقيقة لمقطع من درس من دروس إسحاق الفياض يتحدث فيه عن أن معرفة الإمام من اهم الواجبات الفرعيه نص حديثه بين يدي ربما لا تفهمون كلامه لكن هذا هو الموجود يبدو ان المرجع الاعلم هي هذه مواصفاته حينما يتحدث لا يستطيع الاخرون أن يفهموا بالضبط ما يقول هذه شرائط المرجع الأعلى لأننا الآن بين نوعين من الأعلمية بين مرجع هو صاموط لاموط ستر نفسه بسكوته وإذا ما أبرز إلينا مقطع فيديو قصير فسيكون على طريقة أفلام شارلي شابلن القديمة الصامتة شارل شابلن بعد ذلك حينما تطورت السينما مثل في أفلام كهذه الأفلام التي في أيام زماننا ولكن حينما كانت التكنولوجيا محدودة في أوقات سابقة فكانت أفلامه صامتة أما السيستاني المرجع الأعلى فإن الفيديوهات التي يخرجها إلى الشيعة في القرن الحادي والعشرين يخرج فيديوهات تخلو حتى من الموسيقى التصويرية صاموط لاموط بالمطلق هذا النوع الأول من الأعلمية فالمرجع الأعلم لا بد أن يكون صاموطا لاموطا والنوع الثاني إذا ما تكلم فلا يستطيع أحد أن يفهم منه شيئا دقيقا وصحيحا هذا هو واقع حوزه النجا وذلك المرجع الصاموط اللاموط الاعلى هو الذي انتخب لنا هذا المرجع الاعلى اعرضوا لنا الفيديو فاذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفه الامام فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام معرفة الإمام فإذا هذه الصحيحة تدل تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب عليه فلا يكون مكلفين بالفروع وفي المقدمة في مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك مراده من الصحيحة رواية كان يناقشها في درسه بخصوص هذا الموضوع خلاصة الكلام النتيجة النهائية من حديثه أنا أقرأ من النص المطبوع امامي وهو نفس كلامه بالضبط فان معرفه الامام من اهم الواجبات الفرعيه وما هي من الاصول انا اقول لهذا المرجع الاحلى الذي يفيض علينا جهلا هذا الفياض فياض بجهله فياض بغبائه هذا الحديث تحفظه العجائز ويحفظه العالم والجاهل من لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه. هذا الحديث على ماذا يدل؟ هل يدل هذا الحديث على ان المعرفه هنا معرفه فرعيه ام انها هي اصل الاصول؟ لا اريد ان اناقشه اكثر من ذلك وانما ساعرض لكم الفيديو الثاني في نفس السياق وفي نفس الاتجاه مثلما عرض الفيديو الاول هكذا يلخص قوله في هذه العباره غايه الامر ان معرفه الرساله من الاصول هذا كلامه هذا نص كلامه الذي سيبث عليكم غايه الامر ان معرفه الرساله من الاصول ومعرفه الامامه من الفروع هذا هو نص كلامه رجاء اعرضوا لنا الفيديو ورسالته مشتمله على جميع الاحكام وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع من الفروع وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الاكرم والايمان بها واما معرفة امامة وسائل الاحكام الفرعية طبعا مشروطة بشروط مشروطة بشرط فإن جعل الاحكام في عرز واحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، فأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي واما وجوب معرفه الامامه وسائر الاحكام الفرعيه جعلي فقط في مرتبه الجعله وفعليتها مشروطه بشرط وهو الاسلام. خلاصه كلامه هي هذه غايه الامر أن معرفة الرسالة من الأصول ومعرفة الإمامة من الفروع هذا الكلام هو هو الموجود في هذا السؤال الإمامة أصل من أصول المذهب الحق فهي فرع فمراجعكم في النجف السيستاني وسعيد الحكيم واسحاق الفياض وبشير النجفي و و كلهم يعتقدون من ان الامامه من فروع الدين يضحكون عليكم يقولون لكم انها من اصول الدين اذا ما ذهبتم في اعماق عقائدهم فانهم يعتقدون من ان الامامه من اصول المذهب هذا يعني انها ليست من اصول الدين وانما هي من فروع الدين ولذا الذي سينكرها لن يخرج من الدين وانما سيخرج من المذهب وسيبقى على دين محمد واهل محمد هذا هو منطق حوزه النجف الذي هو نقض لبيعة الغدير بدرجة مائة بالمئة مشكلتهم أين؟ مشكلتهم عدم فهمهم وعدم تمييزهم ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل وهذا الأمر وقع فيه مراجع حوزة الطوسي منذ زمان الطوسي وحتى قبله لكن التاريخ من قبل الطوسي انطوى الاثار التي بين ايدينا هي اثار الطوسي واثار الذين جاءوا من بعده نحن مشكلتنا ليس مع الذين قبل الطوسي مشكلتنا مع الطوسي والذين جاءوا من بعده الى يومنا هذا فكل الضلال الذي عندنا وكل الفكر المرجئي والفكر البتري والفكر التقصيري كل العقائد الضاله وهذه المنظومه العقائديه القذره منظومه اصول الدين الخمسه كل هذا بسبب الطوسي والذين جاءوا من بعده مراجعكم يعتقدون ان اصول الدين هي هي اصول الدين عند الاشاعره النواصب بالضبط ويعتقدون من ان الامامه هي فرع من فروع الدين لكنهم كي يضحكوا علينا يقولون عنها من انها هي اصل من اصول المذهب اقرأ السؤال مره اخرى عليكم هل الامامه اصل من اصول الدين ام هي اصل من اصول المذهب؟ السؤال سؤال ضال لانه ينشأ من ثقافه ضاله والجواب جواب ضال لانه يصدر من مرجع ضال من حوزه ضاله من مرجعيه ضاله الامامه اصل من اصول المذهب الحق ولكن لا يترتب على انكارها اذا كانت اصلا من اصول المذهب الحق لماذا لا يترتب على انكارها او الجهل بها الكفر سيقولون لكم هناك كفر يقابل الاسلام وهناك كفر يقابل الايمان هذا الكلام يخالف منطق القران في مرحله التاويل هذا الكلام كان موجودا في مرحله التنزيل واذا ما اشتملت عليه الروايات والاحاديث فانها تراعي التقيه كي تنشئ احكاما يستعين بها المؤمنون المسلمون من أتباع الائمة وشيعتهم يستعينون بها في حياتهم فالمجتمع مجتمع ناصبي خذر من حولهم ان كان في زمان السقيفة او كان في زمان الامويين او كان في زمان العباسيين فما يظهر من الروايات من تفصيل ما بين الاسلام والايمان هو بمراعاه هذا الموضوع لاجل تسهيل الامر على شيعه اهل البيت في زمان التقيه كي يؤسسوا لهم احكاما وفقها وبرنامجا يتماشى مع الواقع الذي يعيشون فيه في الوقت نفسه هناك عندنا من الاحاديث التي تبين ان الاسلام هو الايمان وان الايمان هو الاسلام. القرآن ماذا يقول؟ القرآن في سورة الحجرات في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة قالت الأعراب آمنا، الأعراب متى قالت هذا؟ في مرحلة التنزيل زمان النبي قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولما بمعنى لم ولم يدخل الايمان في قلوبكم قالت الاعراب امنا في مرحله التنزيل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم ولما لما بمعنى لم الآية هنا تحدثت عن إسلام وعن إيمان ومن أن الإيمان لا بد أن يكون داخلا في القلب أما الإسلام فله مواصفاته هو إعلان وإظهار للاعتقاد به فهناك اسلام وهناك ايمان هذا في مرحله التنزيل نفرق ما بين الاسلام والايمان في مرحله التاويل لا يوجد هذا التفريق في سوره المائده في الايه الثالثه بعد البسمله اليوم اكملت لكم دينكم الدين هو الايمان اليوم اكملت لكم دينكم فهل يقال عن هذا الدين من دون ايمان اليوم اكملت لكم دينكم كمال الدين باي شيء كمال الدين في الايمان به كمال الدين بالنسبه لنا في الايمان به حينما نؤمن بالدين بكل تفاصيله صار الدين كاملا بالنسبه لنا ففي بيعه الغدير حينما بايعوا وامنوا بها بحسب هذا الافتراض فان الدين قد كمل بالنسبه اليهم لانهم قد امنوا بكل اجزاء الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالايمان هو الاسلام والاسلام هو الايمان اليوم اكملت لكم دينكم باي شيء بالايمان ورضيت لكم الاسلام دينا باي شيء بالايمان فالاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام هذه مرحلة التأويل التي بدأت بعد بيعة الغدير وهذا هو مضمون الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وماذا يترتب على الكفر ببيعة الغدير ان الله لا يهدي القوم الكافرين هذا الكفر الاعظم هذا اعظم من الكفر في مقابله الاسلام في مرحله التنزيل فما يتحدثون عن ان الاسلام هو الشهاده الاولى والثانيه هذا اسلام مرحله التنزيل حتى عند الخواص في مرحله التنزيل ما كان الاسلام يكتمل بالشهادتين لا بد من الشهاده الثالثه عند سلمان وامثال سلمان عند الخواص عند عامه المسلمين كان الاسلام في مرحله التنزيل قبل بيعه الغدير يكتمل بالشهادتين اما بعد بيعه الغدير بصريح القرآن فإن الإسلام كان ناقصاً وإنما كمل ببيعة الغدير الآيات واضحة وصريحة الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام بعد بيعة الغدير ما عندنا من روايات وأحاديث تفرق بين الإسلام والإيمان إما هي من الأحاديث البرزخية وهي الاحاديث التي كانت في زمان امير المؤمنين. كان هناك الكثير من الاحاديث البرزخيه في زمان امير المؤمنين في زمان امامنا الحسن وحتى في زمان سيد الشهداء قبل عاشوراء. كان هناك الكثير من الاحاديث البرزخيه لاجل الانتقال مراعاة للذين لم يفهموا ما هو الفارق بين مرحلة التنزيل والتأويل مراعاة لهؤلاء من الشيعة فكانت هناك الأحاديث البرزخية التي تحاول أن تنقل هؤلاء من مرحلة التنزيل التي يتمسكون بها لأن المجتمع ناصبي يتمسك بمرحلة التنزيل مجتمع مرتاد الأمة ارتدت ولم يبقى على الدين إلا ثلاثة مع أمير المؤمنين ثم تقاطروا بعد ذلك شيئاً فشيئاً إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا كفر في مقابل الاسلام الذي هو الايمان وفي مقابل الايمان الذي هو الاسلام في اعلى مراتبه اما هذا الهراء الذي يتحدث عنه اسحاق الفيض وهو حديث مراجع النجف مراجع النجف يتكلمون بهذا المنطق لا يميزون ما بين مرحله التنزيل ومرحله التاويل مرحله التنزيل نسخت نسختها مرحله التاويل ودين محمد لم يظهر لحد الان حتى في زمان الظهور لن يكون الدين كاملا الدين يتكامل بكل حقائقه في ظاهره وباطنه في رجعه محمد في الدوله المحمديه العظمى في اخر عصر الرجعه العظيمه ليظهره على الدين كله هو الذي ارسل محمدا وبعث محمدا لا لمرحله التنزيل مرحله التنزيل كانت مقدمه عليكم ان تعلموا من ان الدين في مرحلة مكة نسخ في المدينة، دين المدينة يختلف بالكامل في تفاصيله عن دين مكة الدين الذي كان عليه المسلمون في مكة نسخ بالكامل في المدينة وفي مرحلة المدينة كان هناك من ناسخ ومنسوخ كان هناك من محكم ومتشابه في مرحله التنزيل الايات الناسخه والايات المنسوخه متى نزلت نزلت في مرحله التنزيل ولما جاءت بيعه الغدير جاءت مرحله التاويل نسخت مرحله التنزيل ومن هنا فان تفسير النبي للقران لا وجود له بيننا لماذا لانه كان مناسبا لمرحله التنزيل ولذا فان الائمه لم ينقلوه لنا ربما نقلوا منه بعض الاحاديث البرزخيه ما بين مرحله التنزيل والتاويل او نقلوا بعض الاحاديث التفسيريه عن النبي التي تتناسب مع مرحله التاويل ما بعد بيعه الغدير الدين نسخ بعد بيعه الغدير ولذا فان عليا قاتلهم على التاويل امير المؤمنين لم يقاتلهم على علم التاويل قاتلهم على الدين الذي هو في مرحله التاويل الذي نسخ الدين في مرحله التنزيل وهذا شيء لا يفقهه مراجع النجاه منذ زمان الطوسي الى الان لا يفقهون هذه الحقيقه. لو انهم فقهوا هذه الحقيقه لما قالوا هذا الهراء ولما وقعوا في التناقضات مع القران ومع حديث العتره. ولذلك هم لما وجدوا انفسهم في حاله تناقض مع القران المفسر بتفسيرهم انكروا تفسير اهل البيت. ولما وجدوا انفسهم في حاله تناقض مع احاديث العتره انكروا اكثرها ولما وجدوا انفسهم في مشكله مع احاديث المعارف رفضوها جمله وتفصيلا وتمسكوا باحاديث الفتاوى والاحكام وعلموا الشيعه من ان الدين فتاوى واحكام هذه هي الحقيقه التي حدثت في هذه الحوزه الضاله في حوزه النجف والا اين ثقافه القران بتفسيرهم؟ ما انتم تشاهدون وتسمعون مني اني استخرج الحقائق من القران لماذا؟ لاني لم اتبع منهج حوزه الطوسي لانني اتبعت منهج الغديرين فانني درست القران وتدبرت فيه بحسب ما بايعت في بيعه الغديرين انني افهم القران وفقا لتفسيرهم لهذا السبب تلاحظون انني دائما استخرج الحقائق من القران عودوا الى مراجع النجف واسألوهم عن نفس المضامين القرآنية التي أتحدث عنها سيخرجون لكم غائطا من أفواهه سيخرجون لكم قذارات هذا إذا لم تطردوا على أسئلتكم لأنهم لا يفقهون شيئا من القرآن والدليل أمامكم القرآن صريح من أن الاسلام هو الايمان ومن ان الايمان هو الاسلام بعد بيعه الغدير قبل بيعه الغدير نعم مثل ما قرأت عليكم في سوره الحجرات قالت الاعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذا في مرحلة التنزيل المنطق منطق الأعراب في مرحلة التأويل والمنطق منطق المؤمنين منطق العارفين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهل هذا الاسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا هذا اسلام من دون ايمان يختلف عن الايمان ماذا تقولون انتم يعني هذا هو نفس الاسلام الذي تحدث عنه الاعراب هذا الاسلام الكامل والاسلام الكامل هو الايمان الكامل ولذا في احاديثهم في تعريف الاسلام يقولون الاسلام هو التسليم واذا ما سالناهم التسليم لمن؟ التسليم لعلي وال علي والله هذا هو كلامهم هذا هو منطقهم هذه زبده اقوالهم فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ما جاء من روايات عندنا هي لأجل ترقيع الواقع لأجل أن يتواءم الشيعة مع الواقع الناصبي في المرحلة الأموية في المرحلة العباسية كي يتواءموا من أن الإسلام ينطبق على الآخرين من المخالفين ومن أن الإيمان ينطبق على الشيعة الذين آمنوا بعلي وآل علي وهناك أحكام للمسلمين وأحكام للمؤمنين وهناك تقية هذا كله حالة استثنائية في زمان كزماننا لا تقية فيه هذا كله يوضع جانبا الا اذا اصبحنا في زمان تقيه فحينئذ نعود اليه. اما اذا كنا في زمان لا تقيه فيه فان الائمه امرونا الا نعمل باحاديث التقيه في الزمان الذي لا تقيه فيه. نعود الى ديننا الحقيقي ديننا الحقيقي الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام. ولكن كيف يفقه هؤلاء الاغبياء؟ من امثال اسيحيق هذا، كيف يفهمون حقائق الدين؟ مراجع النجف لا يفهمون حقيقه الدين، دينهم مرجعي قذر، دينهم بتري وسخ، وهذا هو الذي عليه الشيعه. انا استعمل هذه العبائر وهذه الالفاظ، والله لست راغبا في استعمالها، لكنني اريد ان انفركم. من هذا الواقع القذر الذي انشاته لنا هذه الحوزه القذره اتحدث عن حوزه النجف التي اسسها الطوسي منذ سنه 448 للهجره وهي ترسخ الضلاله في واقعنا الشيعي. نذهب الى فاصل. عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتله. سأذهب بكم إلى سؤالٍ عبر التطبيق الإلكتروني المتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض، والذي يمكن تطبيقه وتنزيله على أجهزة الموبايل. رقم السؤال 1640 رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال مع جوابه عبر جهاز الموبايل هذا هو السؤال 1640 سأقرأ عليكم السؤال والجواب رجاء اتركوا الصورة على الشاشة السؤال والجواب داخل الإطار الأحمر السائل هكذا يسأل تقول الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ما المقصود بمعرفة الإمام هل هي معرفة اسمه ومتى ولد ومن هو ابوه ومن هي امه ام المقصود شيئا اخر انني اقرا بحسب ما هو مطبوع لدي والا فان الصحيح ام المقصود شيء اخر ام المقصود شيئا اخر ارجو توضيح المقصود بها الجواب يكفي في معرفه الامام هذا جواب اسحاق الفياض يكفي في معرفه الامام الحديث عن امام زماننا الحجه بن الحسن يكفي في معرفه الامام انه الامام محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه والاعتقاد بامامته وخلافته لرسول الله من قبل الله تعالى وانه مفترض الطاعه حي يرزق وله ظهور باذنه تعالى يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هذا السؤال وهذا الجواب أنا لا أشكل على تفاصيل الجواب السؤال صحيح المضمون السائل هكذا سأل تقول الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ما المقصود بمعرفة الإمام؟ هل هي معرفة اسمه ومتى ولد ومن هو أبوه ومن هي أمه؟ كلام جميل أم المقصود شيء آخر أرجو توضيح المقصود بها توضيح المقصود بها بمعرفة الإمام السؤال جميل وصحيح الجواب يكفي في معرفة الإمام أنه الإمام محمد ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه والاعتقاد بإمامته وخلافته لرسول الله من قبل الله تعالى وأنه مفترض الطاعة حي يرزق وله ظهور بإذنه تعالى يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا الجواب جميل لكن الجواب ناقص فالاحاديث التي تقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه لا تقصد هذا القدر من المعرفه فقط هذا اقل قدر من المعرفه السائل يسال عن هذه الاحاديث من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه السائل يقول هل المعرفه هي معرفه تاريخيه بحدود المميزات الشخصيه بحدود تاريخ الولاده بحدود معرفه اسماء اسرته من ابيه وامه بحدود معرفه اسمه بحدود التفاصيل التاريخيه لسمات شخصه وسمات اسرته وما يرتبط بهذه الشؤون ام ان المعرفه شيء اخر اجاب اسحاق الفياض جوابا صحيحا لكن الاحاديث لا تقصد هذا فقط هذه مرتبه اولى هذه مرتبه تمهيديه لمعرفه الامام معرفه الامام لا تقف عند هذا الحد هذا اقل شان من شؤون معرفة الإمام المعصوم الذي يفترض بالمرجع الأعلم أن يجيب جوابا دقيقا فيقول من أن الأحاديث تتحدث عن معرفة عظيمة وهائلة للإمام المعصوم لكن المرتبة الأولى هي هذه مع انني اعتقد ان الرجل لا يعرف عن امامه الا هذا المستوى وفعلا لو كان يعرف امامه بهذا المستوى بشكل صحيح فهذا جيد وانا اشك في ذلك لكن الجواب صحيح لكنه ناقص ليس بمستوى سؤال السائل عن هذه الاحاديث الشريفه والذي يفترض بنائب صاحب الزمان ان يكون على معرفه عميقه بامام زمانه الا يقولون من ان المراجع هم نواب لصاحب الزمان يفترض في نواب صاحب الزمان أن يكونوا على معرفة عميقة وعظيمة وواسعة بإمام زمانهم ويفترض في الوقت نفسه أن يوجه الشيعة إلى هذه المعرفة ولو بالإجمال أن يقول للسائل هذا من أن المرتبة الأولى هي هذه ومن أن أمامك طريقا طويلا عليك ان تسعى فيه كي تصل الى المعرفه العميقه والدقيقه لامام زمانك الا يفترض بنائب صاحب الزمان ان يكون في شغل دائم لاحياء امر امام زمانه واول فقره في احياء أمر إمام زمانه أن يعلم شيعته المعرفة الحقيقية وحتى بالنسبة له هو على المستوى الشخصي فلا بد أن يكون في حالة ازدياد بمعرفة إمام زمانه ولو كان لبان لو كان هو على هذا الحال لبان فما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين والجنان هو الفؤاد فما في الجنان يظهر على فلتات اللسان بقصد ومن دون قصد وهذا لا نجده لا في احاديثه ولا في كتاباته ماذا يقول القران مشكلتنا مع مراجع النجف مشكلتنا هو حالهم المرجئي وحالهم البتري مشكلتنا هي هذه لا يعيشون حماسا عقائديا مع امام زمانهم هم كالخشب المسنده عقائدهم لا روح فيها هكذا نقرا في سوره البقره في الايه الخامسه والستين بعد المئة بعد البسملة ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله من احبهم احب محمدا وال محمد فقد احب الله ومن احب الله فقد احبهم الآية وضعت لنا قانونا واضحا: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لمحمد وآل محمد. وبتعبير دقيق وحقيق وواضح وصريح: والذين آمنوا أشد حبا لإمام زمانهم. كيف يزداد حبهم؟ ومن تساوى يوماه فهو مغبون من المؤمنين من تساوى يوماه في حب إمام زمانه فهو مغبون. من تساوى يوماه فهو مغبون الذي يزيد يومه على أمسه هذا هو المأمون فهو مأمون فمن تساوى يوماه في حب امام زمانه فهو مغبون هو خاسر المغبون هو الخاسر من زاد يومه على امسه في حب امام زمانه فهو مأمون هذا هو المأمون اما الذي نقص يومه عن امسه فهذا ملعون قطعا هذا ملعون هذا اسوا من المغبون هناك شيعي مغبون وهناك شيعي ملعون وهناك شيعي مامون الشيعي المامون الذي زاد حب إمام زمانه في قلبه في يومه الحاضر عن أمسه الماضي هذا هو المأمون والذي لم يزدد بقي على حاله فهذا هو الخاسر هو المغبون فهو مغبون من تساوى يوماه فهو مغبون في أي شيء يتساوى اليومان في حب إمام زماننا هذا الحب كيف يزداد؟ بازدياد المعرفه الحب الحب على نحوين حب فطري وحب معرفي الحب الفطري يكون اساسا للحب المعرفي الحب الفطري من دون ان يزداد وان ينمو بالمعرفه فانه سيضمحل شيئا فشيئا الدنيا بما فيها من شؤونها بما فيها من مشاغلها بما فيها من مشاكلها وهمومها ستؤدي الى اضمحلال ذلك الحب الفطري سيتلاشى شيئا فشيئا انما يزداد ويتحول الى حب معرفي حينما تتعمق المعرفه في القلب فهناك حب فطري وهذا حب توفيقي هذا ياتي مع الانسان بسبب المقدمات بسبب طهاره المولد مثلا بسبب امور عديده انه التوفيق هذا الحب الفطري اذا ما وجدتم برد حبنا في قلوبكم وجدتم برد حبنا على اكبادكم في قلوبكم فترحموا على امهاتكم لماذا لان امهاتنا قد صانتنا عن الحرام الا رحمه مهدويه على ارحام امهاتنا اللاتي حافظنا على طهاره ولادتنا على طهاره موالدنا ترحموا على امهاتكم تلك مقدمات توفيقيه للحب الفطري هذا الحب الفطري اذا ما تراكمت عليه القذارات الدنيويه فانه سيضمحل وربما سينتهي سيندثر انما يحتاج الى تسجير تنظيف بالمعرفه ولذلك يقولون حديثنا جلاء القلوب مثلما يجلو الصيقل عن السيف الكدر والصدا والرين فان حديثنا يجلو عن القلوب الرين والكدر حديثهم كلامهم كلامكم نور انه نور معرفتهم هذا الذي تقوم حوزه الطوسي بطمره بطمر حديثهم هذه الحوزه طمرت معارف اهل البيت الا لعنه عليها هذه الحوزة طمرت تفسير علي وال علي, علي الا لعنة عليها الا لعنة على منهجها المرجئي البتري القذر النجس منذ ان اسسها الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة والى يومنا هذه الفضائيات تضخ القذارات وهؤلاء المعممون من اصحاب العمائم السوداء والبيضاء يضخون النجاسات المرجئيه في كل مكان على المنابر وعبر الفضائيات وفي دروسهم وفي كل مكان يتواجدون فيه هؤلاء الاوباش هذا هو الواقع الشيعي وانا اقرا عليكم من المواقع الالكترونيه الرسميه لهؤلاء المراجع لمراجعكم المرجئيين البتريين المقصرين سود الله وجوههم ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعلوا باجدادنا وابائنا وامهاتنا وماذا فعلوا بنا وفعلوا بالاجيال المعاصره اغبياء ثلان وجعلوا الشيعه اغبياء ثلان هم بعيدون عن امام زمانهم واخذوا الشيعه بعيدا عن امام زمانهم بضلالهم وجهلهم وعدم معرفتهم لحقائق القران المفسر بتفسير علي وال علي ولحقائق معارف احاديثهم الشريفه التي تجلو الصدا والرين عن القلوب حديثنا أئمتنا يقولون حديثنا حياة للقلوب حياة حديثنا جلاء للقلوب فهذه الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لا يحق لإسحاق الفياض ولا لغيره من المراجع أن يجعل هذه الأحاديث محصوره بهذا المضمون هذا تضليل او انه جهل والذي اعتقده هو جهل هذا الرجل جاهل شرائط مرجع التقليد ان يكون جاهلا بمعارف اهل البيت وان يكون غاطسا في قذارات الشوافع والمعتزله وان يكون عاجزا عن الكلام بشكل واضح بحيث يستطيع ان يفهم الشيعه ما يريد وان يكون مجيبا على الاسئله باجوبه الضلال هذه هي شرائط مرجع التقليد ما هذا هو الواقع الذي وجدناه في الماضين ونجده الان في الحاضرين والقادمون على نفس هذه الطريقه فهم يشربون من نفس مياه المجاري ويأكلون من نفس المراحيض هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مراجع النجف وما اسحاق الفياض إلا أنموذج أسيحيق هذا أنموذج لكنه قطعاً الأعلام الأعلام الذي انتخبه لنا الأعلام هذا نائب صاحب الزمان السيستاني الاعلى هو الذي انتخب لنا نائب صاحب الزمان الثاني الاعلى هذا هو العلم الله يديمك يا علم على الشيعه شلون علم هذا؟ نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل اوضح بائمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه النخعي حين سال امامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه انني اقرا عليكم من مفاتيح الجنان حين سال امامنا الهادي فقال له علمني يا ابن رسول الله قولا اقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم هذا كلام موسى ابن عبد الله النخعي يقول لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه إمامنا الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة هذه هي معرفة الائمة. وهذه المعرفة على مراتب. قد افهموا الزيارة الجامعة الكبيرة بفهم اعلى من فهمكم ربما وياتي اخر يفهمها بفهم اعلى من فهمي وهكذا ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة موالي لا أحصي ثناءكم لا أحصي ثناءكم الثناء هو وصف للجميل هو ذكر للجميل موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وانما اترقى شيئا فشيئا بحسبي هذه هي المعرفه التي يريدها امام زماننا اما المعرفه التي تحدث عنها اسحاق الفياض وهو نائب امام الزمان كما هم يقولون بالنسبه لي هؤلاء نواب للشيطان ما هم بنواب لصاحب الزمان لكن كما هم يقولون والا فهم في عقيدتي نواب ابليس واقولها بلسان صريح انا اعتقد بهذا هؤلاء نواب ابليس بشكل حقيقي من دون ادنى شك عندي قد يقول قائل وانت لست على علاقة بإبليس كلنا على علاقة بإبليس وقد أكون أكثر شرا منهم لكنني لا أقول للناس تعالوا واتبعوني وخذوا بكلامي وإنما أحدثهم بحديث أهل البيت وأقول لهم تأكدوا من ذلك وافحصوا الأمر بأنفسكم لا تتبعوني ولا تصدقوا كلامي وانما اجعلوني مصدرا لكم فانتم لا تمتلكون خبرتي فاجعلوا خبرتي مصدرا لكم ولكن تاكدوا بانفسكم فليس هناك من ضير على الناس اذا كنت على علاقه بابليس اما هؤلاء يقولون للناس تعالوا واتبعونا وقدسونا وان من رد علينا فقد رد على الله وهذا كذب وافتراء على ال محمد. ال محمد قالوا عن انفسهم من ان الذي يرد عليهم فهو يرد على الله. وقالوا عن الحكام الشرعيين الذين لا وجود لهم بيننا هؤلاء ما هم بحكام شر هؤلاء نواب ابليس قد تقولون كيف تقول من ان هؤلاء ما هم بحكام شر لان اوصاف الحكام الشرعيين التي وردت في حديث العتره في حديث تنصيبهم تنصيب هؤلاء لا تنطبق عليهم أبدا بل أوصاف هؤلاء اتحدث عن مراجع النجف بالضبط تناقض أوصاف الحكام الشرعيين بحسب ميزان إمامنا الصادق بدرجة مئة بالمئة فما هم بحكام شرعي على أي حال اعود الى زياره الجامعه الكبيره موالي لا احصي ثناءكم ولا ابلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم هذا المضمون يتردد في الزياره ايضا في جهة أخرى من جهاتها بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم؟ وأحصي جميل بلائكم؟ والذين آمنوا كما مر علينا في القانون الذي تلوته عليكم من سورة البقرة في الايه الخامسه والستين بعد المئه بعد البسمله والذين امنوا اشد حبا لله كيف يزداد هذا الحب بازدياد المعرفه المعرفه التي تعبر عنها الزياره الجامعه الكبيره بهذا التعبير مواليه لا احصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وتقول أيضا بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم هؤلاء هم أئمتنا ونحنُ مطالبون ان نزداد في معرفتهم فاذا ازددنا في معرفتهم ازددنا في حبهم والذين امنوا اشد حبا لله هناك قضيه خطيره خطيره جدا اذا لم نتحرك بهذا الاسلوب الذي يخبرنا القران عنه من ان الذين امنوا اشد حبا لله وبحسب مضامين الزياره الجامعه الكبيره وان ننشغل بالامور المهمه مثلما يفعلون في حوزة النجف أن ينشغلوا بالطقوس والعبادات الفارغة من معرفة إمام زماننا فإن الضلال هذا وإن الجفاء هذا سيتراكم شيئا فشيئا حتى يضمحل الحب في قلوبنا وافئدتنا فيبقى اثرا تبقى اثار الحب اذا كان الحب موجودا فانه سينعكس حماسا عقائديا وهذا لا نجده في الشيعه لماذا لان الحب قد اضمحل اذا ما هذه العاطفه باتجاه اهل البيت هذه بقايا اثار الحب اذا كان الحب موجودا الذي يعشق امراه جميله فان حبها سيتاجج في داخله حتى يتواصل معها نعم اذا تواصل معها ووصل الى غايته والمراه كذلك اذا ما عشقت رجلا وتاجج الحب في قلبها وتواصلت بعد ذلك فان الحب ستنطفئ جذوته شيئا فشيئا لان الجمال الذي تعلق به الرجل في المرأة او تعلقت به المرأة في الرجل كان جمالا محدودا كان جمالا نسبيا الجمال المطلق عند الامام المعصوم عند محمد وال محمد اللهم اني اسالك من جمالك باجمله هذا جمال الحقيقه لا اتحدث عن الجمال الحسي اتحدث عن جمال الحقيقه اتحدث عن جمال الابداع اللهم اني اسالك من جمالك باجمله وكل جمالك جميل اللهم اني اسالك بجمالك كله اجمل الجمال هم فاذا كان الحب متوقدا وقادنا ان نتواصل معهم فان الحب سيزداد وذلك بسبب اقترابنا منهم فان المعرفه ستزداد وازدياد المعرفه انما ياتي بتوفيق منهم وامامنا الكاظم بين لنا الحقيقه من ان افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج انتظار الفرج هو علاقتنا بامام زماننا الحجه بن الحسن هذه العباده التي يقول عنها رسول الله افضل عباده امتي انتظار الفرج امامنا الكاظم يقول افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج فانتظار الفرج من دون معرفه لا معنى له انتظار الفرج يعتمد على المعرفه اذا لم تتحقق هذه المعاني فان الحب سيضمحل شيئا فشيئا واذا اضمحل الحب شيئا فشيئا فاننا سنقع في هذه الكارثه التي تتحدث عنها سوره التوبه في الايه الرابعه والعشرين قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم